معنا من تونس مراسل التلفزيون العربي وسام دعاسي. وسام، أطلعنا على آخر التطورات لديكم. وإلا العملية كما قلت تتمثل في اقتحام مسلحين يتجاوز عددهم بين 2 و4 للمتحف الأثري بباردو المجانب لمقر البرلمان التونسي. عملية الاقتحام كانت بأزياء عسكرية وبأسلحة كذلك. المسلحون احتجزوا بعض السياح من جنسيات مختلفة. المتحدث باسم وزارة الداخلية محمد علي العلوي يقول أن عدد القتلى بلغ إلى حد الآن 7 سياح وتونسي، وتم تسجيل 6 إصابات في صفوف السياح، كما تم القبض على أحد المسلحين بحوزته سلاح كلاشينكوف خارج مقر البرلمان. الآن ما زالت العملية الأمنية جارية لتحرير الرهائن والقبض على المسلحين، كما يتم الآن كذلك نقل المصابين إلى المستشفيات، وتم تطويق البرلمان من كل الأبواب، وهناك تعزيزات متواصلة من كل الفرق المختصة الأمنية، وكذلك تعزيزات من قبل الجيش الوطني من أجل إنهاء العملية بأسرع وقت وفي أجال وفي بأقل خسائر بشرية في الحقيقة. وهناك شح من ناحية التفاصيل هذه العملية الأمنية، ومن يقودها بالذات، وهل هناك يعني حوار او مع المسلحين من اجل تسليم انفسهم. كما قلت يعني العملية ما زالت جارية، وهناك تحليق مكثف للطيران فوق مقر البرلمان للاطلاع على الوضع هناك ولتسجيل اكثر معطيات يمكن تكون او تخدمهم لتكون العملية الاقتحام ناجحة. لكن خرج البرلمان يعني هناك تضييقات من قبل قوات الأمن على الصحفيين، تم منع قناة الجزيرة منذ قليل من نقل البث المباشر لوقع هذه العملية الأمنية من خارج البرلمان، وتم كذلك الاعتداء على مراسل الجزيرة هناك. وسام، هل تم ربط الاتصال بين السلطات التونسية والخاطفين أو المحتجزين، أم لا الخيار هو الاقتحام المتحف؟ هناك يعني هناك توجه في الحقيقه نحو اقتحام المتحف. لا نعلم هل سيكون في الساعات المقبله، هل سيكون يعني بعد دقائق. هناك شح في المعلومات من قبل المسؤولين، وهذا امر يعني متداول. وسام، ابقى معنا قليلا لو سمحت. نعرض الان صورا على شاشتنا لمحاولات اجلاء بعض او اخراج بعض السياح من داخل المتحف. هذه صور تريدنا عبر التلفزيون، عبر الوكالات. نلاحظ بعض من الأشخاص الذين كانوا داخل المتحف، واضح أنه يجري إخلاؤهم بطريقة أو بأخرى. البعض يبدو عليهم التأثر الشديد كما تلاحظون مشاهدينا. هذه صور مصدرها التلفزة التونسية، القناة الأولى كما تلاحظون، وهذه صور واضحة للشرطة وهي تحاول إخراج بعض المحتجزين داخل متحف باردو الذي تعرض لعملية اقتحام كما أفادت الأنباء وأكد لنا مراسلنا وسام الدعاسي. طبعا هذه صور مسجلة. نعم وسام، يعني نعم. الخروج المكثف لهؤلاء المحتجزين ونقل المصابين بأعداد كثيرة إلى المستشفيات دليل على أن المصابين يعني يتجاوز، وفق ما قال وناطق رسمي باسم وزارة الداخلية محمد علي العلوي، قال أن عدد المصابين يصل إلى 6 مصابين. في الحقيقة كما نلاحظ هذه النقل يعني أعداد كبيرة من المصابين بحافلات الحماية المدنية دليل على أنه عدد المصابين يتجاوز 6. هذا الرقم يمكن يكون نسبي نوعا ما. وسام، أفترض أن عددا كبيرا من السياح كانوا داخل متحف باردو، أليس كذلك؟ نعم، الناطق الرسمي باسم وزارة الداخلية تحدث عن 3 حافلات للسياح يعني دخلوا يعني منذ منتصف النهار، أي قبل هذه العملية. كل حافلة يعني فيها حوالي 40 أو 35 سائح. يعني عندما نتحدث على 3 حافلات للسياح، تقريبا أكثر من 100 سائح. نعم. هناك في نعم. البرلمان الأتراك. شكرا لك وسام، وننتظر أن توافينا بآخر التطورات لديكم. شكرا لك حتى الآن. شكرا لك وسام.